أما قول أنعم صباحا فقد قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: عادة الناس الجارية بينهم أن يحيي بعضهم بعضا عند اللقاء، وكانت العرب تقول في تحيتهم بينهم في الجاهلية أنعم صباحا، فيأتون بلفظة أنعموا من النعمة وهي طيب العيش، ويصلونها بقولهم صباحا لأن الصباح في أول النهار، وخصوها بأوله إذانا بتعجيلها وعدم تأخرها إلى أن يتعالى النهار. وكذلك يقولون أنعموا مساء، فإن الزمان هو صباح ومساء. قال: فشرع تبارك وتعالى لأهل الإسلام تحية بينهم هي سلام عليكم، وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التي منها ما هو محال وكذب نحو قولهم تعيش ألف سنة، ومنها من التحايا ما هو قاصر المعنى مثل أنعم صباح، ومنها ما لا ينبغي إلا لله مثل السجود. فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها.